أعلن نائب رئيس موسوعة جانس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط طلال عمر عن حصول شركة سايلو فودز على شهادة جانس للأرقام القياسية كأكبر رقم لتوزيع وجبات مدرسية على مستوى العالم من الفترة من عام 2021 وحتى عام 2022. وأكد طلال أن شركة سايلو فود توافقت مع كافة المعايير العالمية للرقم القياسي العالمي ووفرت الأدلة المطلوبة للتوثيق الرسمي. إنه سايلو فود لما تعرفنا عليها أكثر هي مجمع مصانع بس بمعايير عالية جدا، وأعتقد أنه لديهم نموذج جدا جميل لسلاسل الإنتاج. الأجمل من ذلك أنه الأرقام القياسية بتكون لأهداف مختلفة. اليوم الهدف لهذا الرقم القياسي بيمس شريحة مهمة من المجتمع المصري اللي هي شريحة الطلاب. الهدف من سايلو فودز هو دعم ما يزيد عن 30,000 مدرسة، الوجبات توصل إلى أكثر من 12 مليون طالب. الرقم القياسي هو أكثر من 600 مليون وجبة تم تقديمها في خلال عام دراسي واحد.